وبرباعية أهلاوية تربع الأهلي على عرش الكرة المصرية بعد الفوز على الزمالك 4-1، مباراة وان سايد جيم. الأهلي عمل فيها إنجاز رائع جدا ونتيجة مميزة، وكان في الإمكان كمان أفضل مما كان. حلقة النهاردة من البرنامج في كتفك يا أهلي عبر منصتي يلا كورة وجي ال سي هنتكلم على مباراة القمة، ونقدر نقول هي مباراة الاحتفالية والتتويج بالنسبة لهذا الموسم بعد تحقيق الخماسية، 2 كاس سوبر، 1 كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، والختام بالدوري العام، والختام الاكبر بالفوز على الزمالك في مباراه الديربي او الكلاسيكو باربعه اهداف مقابل هدف. بالتاكيد في البدايه برحب بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. كريم برحب بيك وبقول لك الف مبروك على هذا الموسم، والف مبروك الرباعيه في مباراه القمه. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل متابعي برنامج في كتفك اهلي مع جي ال سي، واكيد الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي هذا الموسم الاعجازي والتاريخي، واكيد هارد لك لجماهير نادي الزمالك. الخساره النهارده في مباراه الديربي كان طبعا بيتمنوا ان هم حتى لو ما كسبناش الدوري بس ممكن نكسب النادي الاهلي يبقى خدنا حاجه، بس اكيد اداء الفريق النهارده بصراحه كان سيء لاقصى درجه بسبب التغييرات الخزعبليه اللي عملها اوسوريو في التشكيل الاساسي للفريق، وضيع عليهم 45 دقيقه فاضحه بصراحه. النادي الاهلي 3-0 في 45 دقيقه، نتيجه تقيله قوي قوي في ماتش ديربي، بس اعتقد يعني ان اللي يالف التاليفات دي يا محمد، واكيد هنتكلم عليها كتير في فقره التاكتكس، بس اكيد بدون شك الموسم ده تاريخي للنادي الاهلي، واستحق ان هو يعني يحط بقى ايه الكريزه الاخيره على التورته بالانتصار الكبير في الديربي. طبعا هنتكلم في عناصر محدده في مباراه النهارده. اولا كولر كسب الزمالك 3 مرات متتاليه، ماتش السوبر الدور الاول 3-0، صحيح. الدور الثاني 4-1، صحيح. طبعا اكيد مارسيل كولر بدايه من مباراه السوبر المصري اللي اتلعبت في الامارات لما النادي الاهلي كسب 2-0 كان واضح جدا ان هو فهم طبيعه الماتشات دي وبدا يتعامل معاها بتعامل جدي. يعني هم في مدربين خلي بالك اول مباراه قمه ما بياخدوهاش بنفس الايه القوه زي ما بيعرفوا بعد كده. كولر فهم اهميه مباراه الديربي وذاكر. انا بشوف ان كولر من ساعه ما خد قرار انه يتولى مسؤوليه تدريب النادي الاهلي ذاكر كويس، قعد يعني سهر وبدا يذاكر النادي ده، مشجع التفكير بتاعه عامل ازاي، ثقافتهم ايه، الجمهور عايز ايه، ذاكر كويس وفهم اهميه. تخيل 3 مباريات على التوالي كولر كسب الزمالك 9-1، لو جمعنا الاهداف 2-0 3-0 4-1، مباراه النهارده كان ممكن تخلص بنتيجه قياسية بجد. انت بتتكلم على 3 اهداف في خلال 45 دقيقة، شوط تاني كامل لعيبة الاهلي ما بتتحركش تقريبا غير في اخر 10 دقايق لغاية لما جابوا الهدف، وجابوه كده عارف اللي هو ايه بسهولة جدا، محدش تعبان يعني، ده 1 2 على 1 3 هوب رجع الكورة لمحمد شريف، محمد شريف حطها في الزاوية بعيدة جول خلاص عادي يعني. فطبعا امانة كولر حول مباراة القمة لمباراة جمهور النادي الاهلي بيبحث فيها عن السكور مش عن الانتصار. طيب اكتر حاجه لفتت انتباهك في مباراه النهارده؟ طبعا اكيد اكتر حاجه يعني التاليف اللي عمله اسوريو في الشوط الاول. طيب كلنا بنتكلم على هذا الامر، احنا عارفين الاهلي كان رد فعل، الاهلي ما كانش فعل يعني الزمالك، هو اخطائه الفادحه خلت لعيبه النادي الاهلي يستحوذوا على الشوط الاول، والشوط الاول هو بصراحه كان العمود الفقري، يعني انت اللي بنيت عليه العظم اللي انت بنيت عليه النتيجه، لان الشوط الاول ده هو نادي الزمالك الدنيا فيه باظت فعليا يعني. فانا اعتقد ان كولر ولاعيبه النادي الاهلي استغلوا التاليف بتاع اوسوريو، واوسوريو بصراحه انا بصراحه شايفه مساهمه جدا، نادي الزمالك بيعمل شغل كويس وبتاع. النهارده اول مره اتحط تحت الضغط، انا بصراحه يا محمد بصراحه على المستوى الشخصي انا اتفاجئت ان هو بيعمله بصراحه. طب التغييرات ده فقره السبوره يعني لا التغييرات دي انا اتفاجئت، واللي عمله بعد المباراه في المؤتمر ده بقى بصراحه دي بقى الغريبه، الامر طيب. ما يصدرش من مدير فني محترف. ايه اللي حصل بقى في المؤتمر الصحفي؟ طبعا اوسوريو حسب بعض المتواجدين في الاستاد، وانت برضو اعتقد كنت شاهد على هذا الامر، قالوا لي ان اوسوريو اشتبك مع بعض من لاعبي النادي الاهلي في التانل في ممر دخول اللاعبين بعد المباراه. ده حصل، انا شفته بيتكلم مع ياسر وعبد المنعم حتى بطريقه كويس. واضح ان في يعني خلاف، مش من حقه اصلا يتكلم مع لعيبه الفريق المنافس. دخل هو اوضه اللبس ودخل المؤتمر الصحفي، اول ما دخل المؤتمر الصحفي ساب الماتش ساب كل حاجه واتكلم على واقع معينه، قال انا في ماتش المقاولين في لعيب عندي عمل تصرف، بيقصد يعني ابراهيم انداي لما عمل حركه استفزازيه تقريبا للاعيب نادي المقاولين، ولما هو عملها انا اعتذرت. هو بيقول ان في لاعب من النادي الاهلي عمل حركه استفزازيه
والنادي الاهلي ما اعتذرش عنها. انا بصراحه ما شفتش، انا كنت في الملعب ما شفتش حاجه بصراحه، ما اعرفش يعني هو في التلفزيون شفتوا حاجه خالص خالص خالص. انا بكل امانه والله ما شفت حاجه وما اعرفش هو يقصد ايه. التصرف بقى اللي اثرني وعيب انه يصدر من مدير فني محترف ومدرب محترف، وعيب انك تعمل التصرفات دي. انت قاعد بتتكلم فقدامك طبيعي قدام اي مدرب المايكات بتاعت وسائل الاعلام المختلفه اللي بتنقل اللي بتنقل المؤتمر. فراح الراجل شاف مايك قناه النادي الاهلي قدامه، راح ماسك مايك قناه الاهلي وبعته. طب انا اسف يعني، هو انت كده يعني عملت انتصار جاب جول كده مثلا؟ انا اسف يعني انت كده رديت الاربعه يعني. يعني التصرفات دي يا جماعه تصرفات لا يصح ان تصدر من مسؤولين رسميين. ده احنا ناقصين كل امانه والله، واحنا ناقصين ده، احنا عمالين بنحاول نقول للناس العقلانيه والمنطق، ويا جماعه عايزين نتكلم بعقلانيه ونتصرف بعقلانيه بتاع. انت كده متخيل ان انت هتبقى بطل في اعين جمهور نادي الزمالك؟ والامانه لازم جمهور نادي الزمالك بنفسه هو اللي يشجب التصرفات دي. مال قناه الاهلي، انا اسف يعني قناه الاهلي والعاملين بيها وكل مالهم انت خسرت اربعه بيعملوا شغلهم. يعني هو الراجل اللي حط مايك قدامك ده بيعمل شغله عشان مديره في القناه طلب منه ان المؤتمر ياخد حقك. ده الشغل بتاع الاعلام. مال الاعلام بالتنافس؟ الاعلام نفسه اعتقد اللقطه دي لازم تتسجل في تقرير المراقب، لان المراقب يبقى حاضر المؤتمر الصحفي. عيب ودي واقع ما ينفعش تعدي. انت مدرب محترف واسم مش قليل يعني، انت راجل برضو اعتقد السي في بتاعك كويس، واحنا عمالين نقول الراجل كويس عمل شغل مع نادي الزمالك وعمل حاجات. انت النهارده فعلا امانه انت النهارده انت خرفت اللقطه يا كريم. نعم اللقطه معاك. بيعمل لقطه عشان يبعد تفكير الناس عن التخريف، حاجه متعوده عن التخريف اللي هو عمله. انت خرفت. هو اعترف على فكره، هو اعترف المؤتمر الصحفي قال انا متحمل المسؤوليه وانا اللي عملت التغييرات الخزعبليه في التشكيل الاساسي. ده كويس وشجاع، انما اللي انت عملته انك تبعت قناه ماي قناه ايا كانت ايه القناه دي. انا اسف يعني قناه الاهلي كسبتك، انا اسف يعني قناه النادي الاهلي اللي شغالين فيها هم اللي كسبوك. اللعيبه انت بتشتغل كويس هتكسبهم، ما كسبت اشتغل المره الجايه لما تلعبهم. مال بقى القناه بتخش انت في انت مالك؟ انت راجل كولومبي، مالك انت بالشيء انت داخل فيه ده؟ مين فهمك اللي انت بتعمله ده صح؟ كده هو ذاكر كويس. لا بس هو ذاكر بره الملعب مش في غلط الملعب. غلط هو ذاكر بره الملعب غلط. ما تعملش كده، ما تعملش التصرفات دي. اتمنى طبعا انا لازم اشكر زميلنا محمد عزت المصور في موقع الاهلي دوت كوم ان هو اللي خد اللقطات. الصوره خد اللقطه لاسوري وهو بيبعد مايك قناه النادي الاهلي. تصرف صراحه سيء للغايه من مدير فني محترف ولا صح. وطبعا كل ما انا كنت هطلب من مجلس نادي الزمالك ان هم يعاقبوه على التصرف ده، بس طبعا في ظل الظروف الحاليه أنا اللي فيها انا اعتقد انه هيستمر وممكن يجدد له كمان. يعني امر مؤسف بصراحه. اكيد. طيب من النقاط برضو الغريبه في المباراه شفنا تالق لحسين الشحات، وحسين الشحات النهارده عمل رقم قياسي. نعم. كان دايما اسرع هدف في مباراه القمه كان لمؤمن زكريا. أيه. النهارده حسين الشحات قصر رقم مؤمن زكريا. جميل. طبعا اكيد حسين الشحات بيمر بفتره رائعه جميله جدا. وهو بصراحه يعني امانه يعني رد على ناس كتير قوي. انت فاكر ده كان في ناس بتطالب براحه حسين الشحات من سنه او من سنه ونص. حسين الشحات من اول يوم دخل فيه الاهلي بكل امانه عيب كبير. لمسه حسين الشحات، اسلوب تحركاته داخل الملعب، اكيد طبعا في بعض الفترات ممكن ما يبقاش حسين الشحات هو اللي عنده مشكله، الفريق كله. طب ما تيجي نتفق على حاجه. اتفضل. ما يمكن كولر قدر يطلع افضل ما عند حسين. اكيد افضل ما عند بيرسيتاو، وده المدرب الشاطر. صح، ده المدرب الشاطر. مش المدرب يبعد المايك. المدرب الشاطر هو اللي ياخد لعيب من حته يوديه لحته. بنسميه التطور الفني. تطورت الفريق النهارده كولر، طور اداء الاهلي كمجموعه وطور لعيبه النادي الاهلي كافراد. النهارده حسين الشحات، مروان عطيه، محمد عبد المنعم، علي معلول. ممكن يا محمد كده تفكرني بعلي معلول نسخه اخر موسمين في اخر 3 شهور من كل موسم؟ لا ما كانش بالمستوى دلوقتي. ده علي معلول كان بيخلص بنزين في الدقيقه 60. حلوه دي، علي معلول بيخلص بنزين في الدقيقه 60. علي معلول ملك الحلول. فالسنه دي علي معلول بسم الله ما شاء الله عليه بيلعب معاك. انا فاكر ماتش بيراميدز اللي وصل للوقت الاضافي في الامارات 120 دقيقه. لا. علي معلول عامل تاكلنج كان على اللاعب المغربي محمد الشيبي عامل عليه تاكلنج في الدقيقه 118. فتتكلم النهارده لا بصراحه كولر مدير فني فعلا يعظم من اللعيبه اللي معاه ومنهم حسين شحات.
النهاردة كمان محمد شريف جاب الهدف السابع ليه في مباراة القمة وتساوى مع توتو ومع أبو تريكا. صحيح. فالمباراة فيها أرقام مهمة جدا. أكيد طبعا ده أمر أكيد لازم نبارك لمحمد شريف. ألف مبروك إن أنت حققت الرقم القياسي ده. لاحظ حاجة؟ اتفضل. بيكسر صيامه دايما في مباراة الزمالك. صحيح صحيح. لا هو بصراحة هو متألق جدا على نادي الزمالك وأهدافه جميلة. وأهدافه كلها جميلة. شوف أهداف محمد شريف مرة هدفين هو هدفين في ماتش خسر 2-1 والدور الأول والدور الأول جاي برضه جاب هدفين وكان في ماتش خسر 2-1 جاب في جون حلو قوي 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 كان في جنش تقريبا لما شاط الشوطة القوية دي. لا بصراحة يعني محمد شريف بيسطر اسمه النهاردة اسمك في التاريخ. هيتذكر ان اكتر هدافي النادي الاهلي في مباراه نادي الزمالك على طول كل سنه هتتكتب توتو. صح. كابتن توتو الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن محمد ابو تريكه ومحمد شريف. ليك تعليق على طاقم التحكيم؟ لا انا بصراحه لا مش يعني ضربه جزاء نادي الزمالك بالنسبه لي ضربه جزاء صحيحه. يعني الدفع ممكن ناس تقول الدفع مش مستاهله لكن يعني زيزو زودها شويه بس لا وما تلمسنيش حقي عليك ما تلمسني تلمسني ليه. فانا بشوف ان هي ركله جزاء صحيحه والكابتن محمود البنا يعني عمل انا في وجهه نظري مباراه مقبوله يعني هو بقى الاهلي كسبان 4 فكريم مش عايز ايه يعاكن على طاقم التحكيم ولكن انا عندي كلام كتير بس خش على الاحتواء يعني بعتبرها احتواء انا بعتبرها النهارده مباراه احتواء برضو؟ انا النهارده شايف ان لجنه الحكام جابت الحكام المقربين منهم مش المعايير الفنيه يعني النهارده اكتشفنا ان محمد الحنفي في الفار بجد؟ والله ده ما تهرجش والله العظيم ازاي؟ ما كانش موجود في الفار امبارح اسمه كانش موجود لا لا النهارده الصبح تعالى من البيت خد شنطتك اطلع على الملعب ليه؟ ما تعرف ما هو الراجل كابتن توفيق السيد عايز يجيبه ويبقى موجود في المباراه غريب. ما عرفش يجيبه فحاول مع الناس طب يا جماعه نحطه في الفار طيب رغم ان عربيه الفار النهارده مش متاح فيها الا 2 فار بس اوكي فار واي فار بس النهارده بقى فار و2 اي فار اوكي بس المباراه عدت يعني الحمد لله عدت على خير الحمد لله الحمد طيب اجمالا كده لو عايز تختم الكلام قبل ما نروح لفقره السبوره ايه اللي تقدر تقوله عن الاهلي السنه دي وايه اللي تقدر تقوله ان الاهلي عشان يقدر يحافظ على ده السنه الجايه انا اعتقد ان الاهلي السنه دي يعني وصل للكمال الكمال لوحده بس وصل للكمال طبعا في الجزء الشق الرياضي طبعا ان الاهلي مش مطالب خالص انه يفوز بكاس العالم للانديه خالص عمره لا لا يعني عمره ما بيتحط طول ما هي لا لا عمره ما بيتحط كتارجت يا محمد صح لا اكيد اكيد عشان برضو ما نقولش للجمهور ما ينفع يعني مفيش مجلس اداره في العالم هيجي النادي الاهلي لجهاز الاهلي البطوله الجايه فيها السيتي يعني كمان لو انت بتحاول يعني نفكر يعني نفكر في السي نوصل سيمي فاينل يعني خمس بطولات وعايز اقول تاني ان بصراحه الاداره والجهاز الفني واللاعبين اللي يمروا بمحنه الخماسية قدام سان داونز ومن بعديها يأكلوا الأخضر واليابس على الجميع ويفوزوا بخمس بطولات لازم نحييهم أكيد. ولازم نقول لهم ان انتوا فعلا وقفتوا زي الرجالة استحملتوا النقد صححتوا من الأخطاء اللي كانت حصلة في البداية كولر نفسه تغاضى عن بعض الأفكار الفنية اللي هو مؤمن بيها في البداية في البداية وغيرها وده يبقى يبين لك ان هو راجل بيصحح طالما ان هو عنده خطا ما عنديش مشكله ما فيش موضوع كرامه ولا دي فلسفتي وانا مش هغيرها وبتاع يا ناس بس حاجه صغيره اتفضل التغيير قبل الدقيقه 60 لا مش دي مش دي انسى 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 مش هيعمل وطبعا لازم اشيد بالكابتن محمود الخطيب وقدرته بصراحه اللي انا بشوف بالامانه الناس بتهاجمهم وقت الخساره وما بتشيدش بيهم وقت المكسب لا ده مش عدل اوكي انت هتشيلهم الخساره وهم موافقين خلاص احنا مسؤولين تمام بس لما اكسب عليها دور قول لي بقى أكيد. يعني قول لي بقى اشكرني حقي مش انت انتقدتني لما انا خسرت ولا انا بس ما بيتذكرش اسمي الا ساعه الخساره فانا بشيب بصراحه بمجلس اداره الموسم ده موسم رياضي مش كوره بس موسم رياضي باسكت الاهلي طبعا فرقه جميله بنستنى ماتشات الباسكت عشان نتفرج عليها الفولي برضو يعني خسروا بس حققوا برضو كام بطوله فرقه اليد حققت ثلاثيه الووتر بولو كسبوا انديه متقدمين عليهم في اللعبه زي الجزيره والهليوبلس تنس الطاوله النادي الاهلي احتكر كل بطولات الفردي والفرق للرجال والسيدات موسم بكل الامانه يا محمد موسم تاريخي وكمان الاهلي تاهل مونديال الكوره وتاهل لمونديال الباسكت وتاهل لمونديال الهاند بول واعتقد الفولي بول تقريبا ده الفولي بقى فرقه سيدي بوسنه اوكي فانت تاهلت لمونديالات كتيره في العاب كتير فده يبين لك ان المجلس اهتم واشتغل وقدر ان هو في نهايه الموسم يجني كل هذه النجاحات اكيد اكيد كانت نجاحات مميزه جدا ولكن فقره السبوره النهارده فيها بقى تفاصيل اكتر فنيه لان كريم النهارده محضر مفاجات اوسوريو عمل ايه وكولر فاجئه ازاي يلا بينا طيب ودلوقتي معادنا مع فقره السبوره لان النهارده مباراه الاهلي والزمالك فيها تفاصيل فنيه خطيره جدا سواء في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني لما اوسوريو تدارك الموقف ما بين الشوطين كريم ماذا لديك في فقره السبوره واكيد في تفاصيل فنيه مهمه جدا
اكيد يا محمد احنا متفقين ان اي مباراه قمه، مباراه كلاسيكو، مباراه حاسمه ما بين فريقين كبار، حتى ايه احنا عارفين مباراه القمه بين الاهلي والزمالك تظل مباراه قمه مهما كان مركزين الفريق في جدول الدوري. اي مدير فني داخل مباراه حاسمه زي دي اول معركه بيبص على ان هو يكسبها هي معركه نص الملعب، في مصر، في اوروبا، في اسيا، في امريكا اللاتينيه، في كاس عالم كبار، كاس عالم انديه، اي حته في الدنيا، اي ماتش كبير، اول حاجه المدير الفني بيقعد مع جهازه الفني بيقول لهم في اوضه اللبس يا جماعه لازم نكسب خناقه نص الملعب. يا سبحان الله، اوسوريو نازل مباراه القمه قدام النادي الاهلي في نسخته المرعبه مع مارسيل كولر اللي توجت بخمس القاب السنه دي في اول موسم له، نازل يلاعب النادي الاهلي باحمد فتوح لعيب وحيد في نص الملعب. مش مفهومه، مش مفهومه فعلا، يعني سبحان الله مش مفهومه، يعني ما اعرفش ايه الايه، يعني هقول لك يا سبحان الله مين اللي اوحى لك بذلك، يعني ايه الفكره اللي جات لك او انت عقلك او ذهنك تفطق الى ايه عشان تبتكر هذه الايه التاليفه اللي ملهاش اي منطق. يا راجل هقول لك، يا راجل ده لو مشجع اهلاوي مدير فني نادي الزمالك في الماتش ده مش هيعمل كده، مش هيعمل الغلطه دي عشان الناس ما تقولوش انت ما بتفهمش كوره. فاهمني؟ فجاه لقينا نادي الزمالك اللي متابع نادي الزمالك يا محمد في الفتره الاخيره، نادي الزمالك بيلعب بطريقه معتاده 3 5 2 في بعض، لما بيلعب ناصر المنسي جنب سيف الجزيري، لو ناصر المنسي ما نزلش في البدايه بيلعب 3 6 1 خلاص 3 6 1 دي الطريقه المعتاده نادي الزمالك في الماتشات الاخيره اللي بيتفرج عليها نادي الزمالك. فجأة النهارده لقينا النادي، انا بالنسبه لي نادي الزمالك في الملعب بالنسبه لي كان بيلعب بطريقه 4 1 5، ده شكل الملعب بالنسبه لي، خط 4 1 5 ده اللي انا شفت احمد فتوح يا عيني لوحده في نص الملعب. انت لو خدت بالك النادي الاهلي كل الكرات الثانيه اللي بتقع في نص الملعب ما كانش فيها منافسه، اللي كانوا بيروحوا عليها اثنين لعيبه الاهلي، كانت سهله جدا، اثنين لعيبه الاهلي سكند بول كانت سهله، وبتلاقي كمان بقى بتلاقي لعيب الاهلي اللي ياخد الكوره نص ملعب بيمرر لقفشه او اي لعيب ساقط في نص الملعب بياخدها وبيجي على 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 نص ملعب الزمالك فاضي والدنيا فاضيه، اعمل انت عايزه. ايه الدليل على كلامي؟ هدفين ايه الثلاث هدفين اللي هو الثاني والثالث للنادي الاهلي، تسديدات من خارج منطقه الجزاء بدون اي ضغط، مش حد بيضغط، حتى تزيزه قفشه اللي جت في القائم نفس الكلام مفيش ضغط. حتى كل حسين الشحات هو قال لك ايه اخش بيها واضمنها، كان ممكن على فكره يشوط من خارج منطقه الجزاء. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل المساحه اللي قدام منطقه الجزاء نادي الزمالك ما فيهاش لعيبه الزمالك، حتى السرو باص اللي اتعمل لكراوه مرتين وكانت طلعت تسلل برضه من العمق كتير كلها. النادي الاهلي الشوط الاول، عارف الشوط الاول ده لو كان معاه مروان عطيه بدل من محمد فخري كانت تبقى مشكله لنادي الزمالك فعليا. صحيح. كان ممكن الشوط ده يخلص 5-0. ليه؟ انك بتتكلم بقى هنا على لعيب طبعا محمد فخري ليه صغير كل حاجه، بس الميس باسنج عنده عالي قوي. انا اسف يعني دي مالهاش دعوه بالسن، ما ينفعش لعيب في النادي الاهلي يعمل هذا الكم الهائل من التمريرات الخاطئه، ما ينفعش تعمل انت كمان السكاننج عندك وحش قوي، انت بتمسك الكوره وبتبص على زمايلك مش بتشوفهم، ما عندوش سرعه تصرف، بتلعب الكوره وخلاص بتطلع بره كتير منك. لا تخيل مروان عطيه طبعا بن عزيه في وفاه بن عزيه في وفاه والده ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال، لو موجود النهارده كنت هتلاقي الشوط الاول ده في حته تاني خالص. ان برضه بصراحه النادي الاهلي ما كانش افضل حالته على فكره الشوط الاول. صحيح. للامان اللي متابع النادي الاهلي كويس على فكره النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش، ما نقدرش نقول ايه افضل حاجه، اللي هي بتلعب بس مش افضل حاجه، ورغم ده كسب في ماتش قمه 3-0 اول شوط، شوف بس 45 دقيقه نتيجه، حتى كل بيتفرج قال لك بس 6-1 هتتكرر تاني لان مارسيل كولر مختلف عن موسيماني لما عملها الشوط مش عارف حصل ايه. لا اوسوريو عمل كارثه فنيه في نادي الزمالك بالخطه، وهو طبعا اعترف في المؤتمر الصحفي. طيب بس اتفضل، عايز اسالك على حاجه برضو غريبه، فكره عوده حسام عبد المجيد وحاتم سكر اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي فجاه يخشوا في مباراه القمه مره واحده وهم بعيدين عن الفرقه بقالهم فتره وهو حتى اكيد ما اشتغلش معاهم، دي كان لها تاثير؟ بص دي وجهات نظر، في فريق ممكن يقول لك اللعيبه دي راجعه منتشيه بقى بالتاهل الاولمبياد ورجلهم في الملعب وبيلعبوا وبتاع استغل ده، في فريق تاني واللي انا منهم اقول لك لا اللي تكسبه لعبه، انت ماشي بشكل كويس. صح. بطريقه معينه بقى لك فتره انت بتغيرها، ما غيرش بطل تقريبا ما تالفش
اللي انت بتكسبه اكيد طبعا. انا اسف نسخه نادي الزمالك الحاليه سواء اللي كانت بتكسب في الدوري او اللي لعبت مش تكسب الاهلي بصراحه. خلينا نتكلم بصراحه طيب. لان الاهلي برضه لو بيلعب معاك اللعب بتاعه يعني برضه خلينا نتكلم بصراحه. لعيبه الاهلي النهارده ما لعبتش قوي مش بيلعب يعني خلينا عايزين يخلصوا 90 دقيقه ياخدوا انا اسف يعني خلينا نتكلم بصراحه نبقى واضحين. اللعيبه حط الشوط الثاني محدش بيجري. انا يعني اسف هو بيقول لنفسه هو انا هوجع نفسي ليه واتعب نفسي ليه؟ خلاص ما الدنيا احنا كسبانين دوري خدنا كل حاجه كسبين 3-0 والماتش سهل الجمهور عايز سكور بس انا ما عنديش الايه ما عنديش الشغف ان انا اعمل كده. فانت اصلا ببساطه ماشي بطريقه معينه العب بيها. النادي الاهلي خلاص محقق اهداف وخلصها. اللي انت عملته ده اسمه انتحار كروي. سوريو انتحر كرويا في الشوط الاول لما قال لك ايه لا ده عمرو السيسي مشاكله كتيره ورؤى مشاكله كتيره بقى ايه انا انزل لهم بفتوح الفكره بتاعتي اللي انا بحاول اقلد فيها ارنولد مع ليفربول ويورجن كلوب لما بيدخلوا نص الملعب. برده خلي بالك سوريا عنده حته فتي بكل ما هو مدرب كويس على فكره مدرب كويس جدا كل ده كويس لا كويس زي. لا والله مدرب كويس مدرب كويس لا ما خلي بالك هو مدرب كويس ده هو كويس طول ما هو ماسك ودنه كده يمسك اليمين باليمين ويمسك الشمال بالشمال كده انت مش كويس انك بتعمل صح. اول ما تقول لنفسك انا همسك ودني كده كده انت بتالف بس على فكره ماتش فيوتشر برضو تحس ان اسره ما بيتعلمش اللي في ماتش فيوتشر برضو غلط نفس الغلطه. لا ده عمل غلط طبعا لما لعب نداي لعبه باك شمال بس هو ساعتها كان عنده مشكله ان هو كان عايز يقول لك يا عايز اخلي احمد عايز اريح احمد فتوح عشان ماتش الاهلي لان انا هلعب ماتشين جامدين ورا بعض ويمكن نادي الزمالك بيلعب برضو ماتشات برضو تاليه. هنا ممكن يبقى عنده شويه منطق ورجع فيه الشوط الثاني لما كسب انه خلاص خلي بالك لما المدرب بيكسب كل المشاكل بتاعته بتتنسي انما انت هنا ارتكبت غلطه يعني اوكي انت بتريح فتوح عشان تلعبه شمال المركز بتاعه انت اخترقت له مركز جديد وقدام ممكن ينفع في المركز ده انا اسف قدام المحله قدام سموحه قدام فيوتشر قدام اي فريق ثاني حتى قدام بيراميدز مش قدام نص ملعب الاهلي الاهلي لا الاهلي لا ما تعملش الغلطه دي ليه؟ لان ببساطه خلي بالك برده مارسيل كولر عمل حركه حلوه قوي لما لقى ان فخري بيقع منه الشوط الاول بدا يقول لمحمد هاني وعلي معلول يعملوا ايه؟ قال لهم ضمه ايوه قال لهم ضمه يضمه ليه؟ عشان يساعدوا ديانج لان فخري انا اسف شخصيته مش مساعداه انه يقف ماتش زي ده واضحه جدا هو اصلا عنده يعني اكيد فخري لو بيلعب مباراه مش مباراه بالضغط العصبي ده ممكن يؤدي احسن اكيد 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 هو مش بالسوق ده لكن انت بصراحه يعني ما جتش فالراجل عمل ايه بقى بدا يقول لمحمد هاني وعلي معلول على قد ما تقدروا ضمه والجناحين اللي قدام انتوا اللي ايه تفتحوا على طرفي الملعب عشان تعملوا الواجبات الهجوميه بتاعت الاثنين فول باكس دول لازم يساعدوا ديانج في نص الملعب فخري مش قادر لما بداوا يخشوا على فكره جت بالمصلحه عند الاهلي انه كسب معركه نص الملعب خط الوسط كل ده احمد فتحي كمان مين يساعده زيزو او شيكابالا كنت بلاقي دايما زيزو اللي بينزل معاه شيكابالا كان بيرمي طرف اكتر يا سيدي النهارده زيزو يا محمد في تالقه ده النهارده اتكلم زيزو هو الفا الفريق صح بالزبط. زيزو هو الفا الزمالك معلش لعيب طرف طول ما انت الفا الزمالك لما حد يجي يقول لك ارجع دافع مش تركه مش هياخد منه كوره لا ما انا معلش انا صانع اللعب انا المفروض اقعد اقف قدام انا مش هخدم عليكم انا مش عامل ده شيكابالا طبعا النهارده بدنيا واضح قوي شيكابالا فعلا لازم النهارده يفكر كويس جدا 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 في قرار الاعتزال خلاص الموضوع ما عملش سبرنت واحد في خلاص 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 الموضوع بيخلص وانت فعلا الامانه انت حمل على الفريق ان الزمالك بص تخيل بص يا محمد سيد نيمار مرمي في الحته اللي قدام دي على الجبهه اليسرى ابراهيم انداي واخد الجبهه اليمنى شيكابالا وزيزو بيلعبوا تحت الجزيره تسمع تقول لي في كام لعيب ما بيرجعش يوم يدافع ولا واحد بالظبط ولا واحد الخمسه ما بيدافعوش يبقى انت النهارده سايب دفاع نادي الزمالك للرباعي الخلفي واحمد فتوح. طب تخيل كده مثلا المسلوس اللي انت حطيته النهارده باك يمين رغم ان هو بقاله شهرين ثلاث شهور بيلعب معاك مساك والنهارده حاتم سكر العيل الصغير اللي انت حاطه قدام مين حاطه قدام بيرسي تاو ده بيرسي تاو لف بيه لفه مش ممكن بيرسي تاو النهارده لف بحاتم سكر لفه وحشه ليه انت برضو حطيته في تجربه بصراحه صعبه هو بيلعب احسن محترف ما بيلعبش معنا في المنتخب الاولمبي هيقدم ماتشات كويسه انه بيلعب قدام منتخبات من الفئه العمريه بتاعته انما انت النهارده حطه قدام الجناح الايمن الاساسي للنادي الاهلي ومنتخب جنوب افريقيا ومنتظر منه يعمل ايه صح هيعمل ايه فبصراحه تخيل الثنائي ده مثلا كمان لو اتقدم
نادي الزمالك النهارده اتضرب في الشوط الاول. عايز اقول لك الشوط ده لو رجعنا نتفرج عليه تاني وحللناه انت هتلاقي كميه فرص نادي الاهلي. انا متاكد ان اكس جي الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي الشوط الاول ده عدت الاربعه او عدت الخمسه. طيب في الشوط الثاني اسوريو لحق نفسه بسرعه وفي طبعًا. نفس الوقت كولر كان ليه فلسفه في التغييرات. طب خلينا اول نبدا باسوريو. النادي الاهلي بصراحه كان النهارده هو رد فعل ما بيعملوش حاجه يعني. حتى الشوط الثاني اللعيبه واقفه حتى بقى. انا متاكد طبعا ان كولر ادى تعليمات بس اللعيبه كل اللي بنتفرج شايفين ما عملتش شوط ثاني. قال خلاص يا جماعه يعني 3-0 كفايه واحنا الدنيا حلوه هنعمل ايه ثانيه. نادي الزمالك بقى واضح جدا ان الجهاز المساعد تدخل مع اسوريو وقال له بقى ايه كفايه تاليف واضحه جدا. هو بدا يغير رجع لطريقه 4-2-1 وشال طبعا نزل عمرو السيسي مع رؤى في نص الملعب. يكفي ان هم يجروا لو جريوا بس هيدوا شكل. ما طبعا هم عندهم مشاكل طبعا في ادارات نادي الزمالك ضعاف. رؤى وعمرو السيسي بصراحه لعيبه على قدهم جدا وما يصلحوش لتمثيل نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك اكبر منهم بس على اقل تقدير هيدوك شويه رغد وشويه جري وهيدوك منظر في نص الملعب. زيزو خلاص اتحط قدامه ماشي مشكله. فتوح رجع باك شمال. المسلوسي رجع كمساك مع محمد عبد الغني ونزل محمد طارق بقى هو الباك اليمين. فعدل شويه من شكل الفريق وبالتالي طبعا جت له ركله الجزاء وقدر ان هو يرجع ويدي منظر. بس تاني نادي الزمالك يا محمد حتى سيبك من المباراه بعيد. انت بعيد 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 بجد. السنة الجاية الأمور هتزيد عليك صعوبة لأن أنت السنة الجاية الأموال أندية الشركات ده من السنة الجاية ده عنده بطولة عربية المفروض كمان 10 أيام. لا دي انساها دي انساها دي وأنت دي لا دي انساها طبعا. خلاص أنت عندك إيقاف قيد مش هتدخل لعيبة جديدة. لا انساها تروح عامل تبسيط مشرف وانتهى الموضوع. مستحيل يعني. مستحيل. بس أكيد النادي الأهلي بقى في الشوط التاني أيوه أصول قصدي مارسيل كولر إحنا متعودين ما بيغيرش غير بعد الدقيقة 60 عمل الدقيقه في دقيقه 60 بالظبط. على طول نزل نبيل كوكا كان التغيير متوقع جدا بدل فخري. خلاص فخري بصراحه يعني ما نجحش النهارده. مش عايز اقول له كلام يخدعه لا بصراحه انت ما نجحتش النهارده. تاني مباراه ياخدها وما استغلش الفرصه بصراحه. حاول انت بقى تشوف يعني لازم تاخد انت قرار مع نفسك تطور ادائك. بالمنظر ده بصراحه صعب جدا ان انت تحافظ على مكانك في النادي الاهلي واحنا رايحين على بطولات ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار بصراحه. وخط وسط النادي الاهلي بعد كده بتتكلم اليو ديانج امام عاشور مروان عطيه عمرو السرية المنافسه ولسه هيرجع اكرم توفيق. واكرم توفيق راجع المنافسه صعبه جدا جدا جدا. فهو بدا يعني مارسيل كولر يعمل التغييرات بتاعته وعايز بس اللعيبه تطلع قدام. اللعيبه فاهم مش هتطلع ونزل شريف مكان كهربا بالظبط. واعتقد محمد شريف طبعا اكيد النهارده بيصل لي يعني بيتساوى سبع اهداف في مع تريكا وتوتو مع تريكا في الاهداف التاريخيه للنادي الاهلي في القمه. اكيد ببارك له على الانجاز ده. محمد شريف يعني بصراحه يستحق. والهدف خلى برضو جمهور الاهلي في نهايه المباراه يعني يخرج مبسوط بدل ما المباراه اتفنشت بهدف للزمالك لا اتفنشت بهدف لفريق. طيب مان اوف ذا ماتش ادوله حسين الشحات. لو هتدي مان اوف ذا ماتش لا لا اتفق طبعا لحسين الشحات. حسين الشحات كان نجم الشوط الاول اكتر. ده شاط كورتين ده الهدف الاول يعني اي حد هيشوف الكره دي هيقول لك بص هشوطها في البعيده. ده خد قرار هيشوفها شوطها في الضيقه بصراحه بطريقه جميله جدا. والهدف التاني برضو هدف اكثر من رائع. لا انا اتفق ان حسين الشحات هو احسن رجل في المباراه النهارده. موسم ولا اروع طبعا استثنائي. دوري الابطال كل حاجه. 2 سوبر 1 كاس. ده وش جي ال سي على فكره. وش جي ال سي على النادي الاهلي. هو في كتفك يا اهلي. وش جي ال سي وكانت فعلا في كتفك على مدار الموسم. كارينا بشكرك. شكرا جزيلا محمد. الف مبروك للنادي الاهلي للدوري طبعا والفوز في القمه والانتصارات والله في كل الالعاب مش الكوره بس. للموسم موسم تاريخي أكيد. لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود لطيف. اجمل كلمه قالها كريم في الختام موسم تاريخي مش موسم استثنائي. على فكره تفرق كتير لان الاهلي السنه دي فعلا كان بيعمل موسم للتاريخ. والحمد لله مع برنامج في كتفك يا اهلي من خلال جي ال سي ويلا كوره يمكن كان موسم رائع جدا على جميع المستويات. ولكن كان تركيزنا اكتر في الجزء الاخير من الموسم دور الابطال والدوري العام واتحققت الخماسيه خلال هذا الموسم. شكرا لحضراتكم والف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان والى اللقاء.